طيارة. البارحة جاء من دكان تبعه وقال بابا تسمح لي اطلب السيارة مشوار؟ قلت له يا ابني سيارتك شلون ما اسمح لك؟ تفضل سيارتك وروح. بعد اقل من نص ساعة هالتفجير صار وراسي طيب. سيارة مفروض يكون عند المعبر في جهاز لكشف هيك شغلات، لانه نحن هلا بحاله فلتان امني. يعني هو يعتبر لازم ينفرض على الاجهزه المخابرات هي والامن هي على هل انه هل هل هالمهمه هاي، يعني يكون في جهاز ينكشف السياره عند المعبر اذا كان فيها شيء ولا لا، لانه السياره عم تجينا من المناطق المعارضه هني وغير المعارضه، يعني تجينا من مناطق دواعش وكذا الى اخره.